hello everyone I am humble to introduce the master of calligraphy استاذ سمير صايح and I and now I will shift and introduce him in Arabic ولد سمير الصايح في لبنان في عام 1945 وهو استاذ مخضرم في الخط العربي وناقد وشاعر وكاتب وباحث ألف الصايغ عدة منشورات وكتب حول الفن الإسلامي ومنها كتاب الفن الإسلامي. الفن الإسلامي قراءة تأملية في فلسفته وخصائصه الجمالية. حاضر الصايغ في قسم العمارة والتصميم في الجامعة الأمريكية في بيروت بين عامي 2003 و2007 كما عرضت أعماله في الخط العربي في العالم العربي وأوروبا وابتدع العديد من الأعمال للمباني والمساجد. نرحب باستاذ سمير الصايخ <تصفيق> <تصفيق> راح احكي بالعربي اول ما جينا على لعتني ليلى مصفي لحتى نفكر كيف فينا نعطي شيء بالعربي عن عن الخط وعن الحروف العربيه قلت لها بس هيدا بدنا نحكي بالعربي لانه كيف بدنا نستعمل حروف عربية وما بيعرفوا ما بنعرف يعني لازم يكونوا بيعرفوا عربي بعدين عملوا اجتماع بالجامعة وقرروا انه مزبوط هذا لازم نعلمه بالعربي مثله مثل الأدب العربي، الأدب العربي ما بيعلموه بالانجليزي بيعلموه بالعربي ونحن فأنا ارتحت لهذا الموضوع وانبسطت فيه لأنه بحب اللغه العربيه. راح احكي فكرتين ثلاثة مختصرين عن هالتجربه اللي مرقت معنا بهال بهالجامعه مع الاساتذه ومع التلاميذ وراح اعبر عن وجهه نظري انا كيف بشوف هل المصمم الجرافيكي او التصميم الجرافيكي كما بترجمه للعربي جرافيك ديزاين عالم التصميم الجرافيكي عالم في جوهره متعدد الاهداف متعدد التوجهات متعدد الغايات ومتعدد الاساليب ومن خصائص هذا التعدد انه يجمع في الوقت نفسه بين اهدافه وتوجهاته موحيا ان هذا العالم هو عالم واحد. من تعدد توجهاته واساليبه انه يقوم على الصوره سواء الثابته او المتحركه فهو هنا يقترب من عالم السينما وعالم التصوير الفوتوغرافي ومن عالم التصوير التشكيلي. ويقوم ايضا على الاشكال والازياح فهو هنا يقترب من عالم الهندسه وعالم الرسم ويقوم ايضا على الحروف واشكالها ووظائفها ومجالها فهو هنا يقترب من عالم الخط وعالم الطباعه والاخراج الفني. ويقوم ايضا على الخيال فهو هنا يقترب من عالم التامل والشعر والتصوف ويقوم ايضا على العقل والفكر وهو هنا يقترب من عالم الفلسفه والمنطق وعالم الجدل والاقناع لكن ومع هذا التعدد وهذا الجمع فلسنا نحن امام فن السينما ولا فن الصوره الفوتوغرافيه ولسنا امام اعمال الفن التشكيلي ولا امام عالم الرسم ولا عالم الخط ولا عالم الطباعه ولسنا ذاهبين الى التامل ولا الى كتابه الشعر ولا الى عالم الفلسفه والمنطق فلا يحمل المصمم الجرافيكي لا اله التصوير ولا فرشاه التلوين ولا قصبه خط ولا يكتب الشعر ولا هو في حلقه رقص وهو لا يدعي انه خطاط او رسام او مصور او فنان انه عابر للحدود يتسلل الى عالم الخط بخطى المهندس ويرسم الحروف بعينين بعينين قارئ ويسعى الى الصوره كونها كلمه او عباره او انها في ابسط الامور فكره وهو عندما يصمم يترجم الافكار الى اشكال ويسمع الكلمات كانها صور في الخيال انه عابر للحدود عابر للمكان وعابر للزمان أيضا، فعندما يجمع بين الواقع والخيال الحس والشعور يستطيع أن يعبر من الحاضر إلى الماضي ومن الماضي إلى المستقبل، هكذا يستطيع على سبيل المثال أن يجيء بالخط الكوفي القديم ويحوله إلى خط رقمي ويجيء بالمشق العثماني ويرفعه كملصق للندواته. يستطيع ان يقنع اصحاب الشركات والمؤسسات ان ما خططه من اشكال ورموز يختصر اهداف المؤسسه ويعبر عن صفاتها واهدافها، لذلك يحتاج ان يستعين باكثر من لغه واكثر من منطق ليصل الى غايته. انه عالم ساحر يتحول الواقع فيه. الى خيال ويتحول الخيال فيه الى واقع. المصمم الخطاط هكذا بكل بساطه يمر المصمم الجرافيكي على عالم الخط بخطى عابره. لا يسعى ان يغرق في يوميات الخطاط ولا في ماضيه ولا في اساليبه وادواته انه يسعى ان يتطلع على الخطوط الكبرى في كيفيه رسم الحروف كحروف اذا جمعت في كلمات واسطر نستطيع قراءتها ونستطيع عبرها ان نتواصل فيما بيننا ونصل الى غايات اخرى لا تتناول الخط يسعى المصمم الى الخط ليحوله الى حروف طباعيه وهذه المره ليس الى المطبعه بل الى الكمبيوتر يتوقف عمل المصمم هنا على الجانب الوظيفي من فن الخط العربي اي الخط كوسيله في خدمه اللغه او وسيله لفهم المعاني التي يحمل المرء في فكره يحملها المرء في فكره او في قلبه وبالمناسبه لم يعمل خط طول خط العربي على حروف الطباعة بشكل جدي وظلت تجاربهم قليلة ونادرة طوال السنين الطويلة منذ قدوم المطبعة حتى منتصف القرن العشرين ومجيء الكمبيوتر بل ان الذي عمل رسم الحروف وحفرها او صكها هم المهندسون الغربيون لمعرفتهم بخصائص المطبعه واسرارها والتي حجبوها عن الخططين لذلك اذا استطاع المصمم ان يقوم الان بهذه الوظيفه وهو استطاع فما عمله خريجو هذه الجامعه من تصاميم للحروف العربيه اكثر بكثير مما فعله الخطاطون من, من هذه على مر السنين الطويله وبالطبع يستطيع المصمم الاستفاده من الخطاط على صعيد الحرفه والمهنه وعلى صعيد المعرفه وان يستفيد من تاريخ فن الخط وخصائصه الجماليه والوظائفيه ومن اساليبه وتقنياته لكنه لا يستطيع البقاء في هذا الفن ويبقى في الوقت نفسه مصمما جرافيكيا إنه عابر فقط أما الخطاط فسوف يستفيد جدا من حضور هذا المصمم ومن تحرشه بالخط وسعيه لتوظيفه في عالم التصميم الجرافيكي ذلك أن المصمم سيحرر الخطاط من الجانب الوظيفي وبالتالي سيعود سيعود الخطاط أو أنه سيستقل بالخط كفن قائم بنفسه كفن هو الغاية وهو المعنى وليس وسيلة للوصول إلى غاية أو إلى معنى آخر تسألون هل يستطيع المصمم أن يصمم حروفا جمالية صرفة قائمة بذاتها؟ بالطبع يستطيع لكنه لن يبقى مصمما جرافيكيا وهذا حديث آخر اسمحوا لي أخيرا أن أعود إلى عالم التصميم الجرافيكي وإلى عالم المصمم لأقول أن هذه الصفات وهذه الخصائص التي أشرت إليها سابقا وإلى أن كل الأسئلة والأفكار والمشاعر التي أثيرت والتي تصار حول هذا العالم لم تكن موجودة لا في الواقع ولا في الخيال قبل ان يتاسس في هذه الجامعه ما نسميه الان التصميم الجرافيكي وما حدث في هذه السنوات الثلاثين الماضيه هو بدون اي شك منعطف تاريخي كبير حيث عم هذا الاهتمام او هذا العلم او هذه المعرفه او هذا الفن سائر الجامعات والمعاهد في لبنان ومن ثم في العالم العربي الواسع اما بخصوص تصميم الحروف العربيه بالاسلوب الرقمي فهو واحد من اهم الانجازات التاريخيه على صعيد المساواه الفنيه بين الاصاله والحداثه وبين الشرق والغرب. فهنيئا وشكرا لمؤسسي هذا التوجه وهنيئا وشكرا للاساتذه الذين استجابوا وهنيئا وشكرا للتلامذه الذين حققوا هذا الحلم